ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهاردة فيديو جديد وبيت جديد ومنزل جديد مع شركة التنظيف اللي دايما بتبهرنا بالنتيجة بتاعتها. وطبعا زي ما انتوا شايفين المنزل في حالة جيدة جدا من الاهمال، حالة كارثية بمعنى اصح لتدقيق المعلومة. يا ترى شركة التنظيف النهاردة هتعمل ايه وهتتصرف ازاي مع المنزل ده، خصوصا ان المنزل ده اصلا كان عايش فيه ناس كبيرة مسنة؟ ازاي وصل بيهم الحال لدرجة ديت من قلة التنظيف؟ وازاي قادرين يعيشوا في منزل زي ده من غير ما حد ينظف او من غير ما يكون الوضع كارثي للدرجة ديت؟ شركة التنظيف النهاردة ازاي هتتصرف؟ ازاي هتنظم نفسها؟ ازاي هتورينا الشكل النهائي للمنزل ده؟ اكيد هتنبهروا، لان طبعا شركة التنظيف ديت معودانا ان احنا بنشوفه منظر خالص غير المنظر اللي في بداية الفيديو. وعلى قد ما منظر في البداية بيكون اهمال فظيع وكارثي جدا، الا ان الاخر او نهاية الفيديو بيكون جميل خالص والوضع بيكون مريح للنفسية. بدأت شركة التنظيف ان هي تنظم نفسها، كل واحد عارف دوره كويس، كل واحد عارف هيعمل ايه. طبعا بتبتدي ان هي تكتشف المنزل، ايه الكوارث اللي جواه، ايه الحاجات اللي ممكن يقابلوها، حتى لو هيشوفوا من على الوش كده او يختبروا المنزل، يعملوا له اختبار بسيط كده انهم يشوفوا حاجات بسيطة من المنزل او وضع السوق اللي في المنزل واصل لحد ايه. فبعد طبعا ما خدت جولة في المنزل كده بدأت ان هي تنظف، بدأ كل واحد يعرف دوره كويس هيعمل ايه. طبعا كل واحد عارف دوره كويس، فبالتالي بتعرفي تساعدي، بيعرفوا يساعدوا بعض ان هما يخلصوا وينجزوا في الوقت. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اول باول.